يا صباح الخير والأمل على كل أهل مصر وناسها الطيبين في كل مكان. أرض مصر الطيبة ربنا يا رب يحفظها ويحفظكم، ونبدأ يومنا كده إن شاء الله زي ما احنا متعودين بكل أمل وتفاؤل وخير بإذن الله. أهلا بكل مشاهدينا على إكسترا نيوز، وأهلا بكل مشاهدي هذا الصباح. إن شاء الله بإذن الله زي ما احنا متعودين على مدار الساعتين اللي جايين نكون مع بعض أخبار ومتابعات وفقرات، وأكيد كل سنة طيبين، عيد الأضحى المبارك. هنهتم ونقدم لحضراتكم يعني كل اللي عايزين تعرفوه الاستعداد لعيد عيد الأضحى المبارك. ربنا يا رب يعوده علينا وعليكم وعلى مصر كلها يا رب بالخير بإذن الله. الناس كتير جدا عماله تتكلم في موضوع الاضاحي، فكره الذبح السنه دي ان شاء الله باذن الله ده هيكون معانا النهارده في فقره مهمه جدا. وكمان هنتكلم مع بعض على الناس اللي ربنا يعني كانت بتتمنى انها تحج هذا العام، ولكن طبعا نتيجه للاوضاع اللي بيمر بيها العالم وازمه كورونا لم تتمكن من الحج. ازاي احنا ممكن ان احنا ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نجتهد وناخد الثواب وفضل العشر الايام الاوائل من ذو الحجه، وازاي ناخد نتكلم كمان على اهميه انك تساعد وتساند الناس في الفتره دي. ده مهم جدا 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 ان شاء الله باذن الله هتابعوه معانا النهارده في هذا الصباح. خليني ابدا مع حضراتكم جوله اخبارنا النهارده، واحنا معانا مجموعه على فكره من الاخبار الحمد لله الايجابيه جدا جدا وتتعلق ببلدنا ومستقبلنا واقتصادنا وزراعتنا وحاجات كثيرة. لكن خليني أبدأ معاكم من نشاط مؤسسة الرئاسة واجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أيضا كان في هذا الاجتماع الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. تصريحات سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الاجتماع كان لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، وده اللي بيتم تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. مناقشت أيضا مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي ومستجدات مشروع المحطة النووية في الضبع. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وده في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع عشان يتم تحسين خدمة وفعالية آلية التحصيل. كمان وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي مع المصالح المتبادلة اللي بتحقق في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام. كمان كان هناك توجيهات من الرئيس بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير القادم، بعدها هنرجع نكمل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبع. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة وفعالية آلية التحصيل. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة في منظومة توليد الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي. كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبع، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. خلينا نروح مع حضراتكم لخبر إيجابي جداً. إحنا متابعين إن إحنا طول الفترة اللي فاتت الحقيقة إنه في طفرة في الإنتاج الزراعي في مصر. الطفرة دي مش بس إن إحنا بنتكلم على الوفاء أو إن إحنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة، ولكن كمان إن إحنا بنشوف مصر بقت بتتصدر دول العالم في بعض المنتجات الزراعية. مركز معلومات مجلس الوزراء نشر انفجراف وضح أنه مصر اتصدرت المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج التمور. إنتاج مصر وصل لحوالي 21% من الإنتاج العالمي بالكامل، يعني إحنا بنتكلم على ربع إنتاج العالم بقى في مصر. ربع إنتاج العالم من التمور خارج من مصر، وده إحنا زي ما بقول لكم بدون ما أقول لكم لدينا إنجازات، إحنا فعلا عندنا إنجازات. عندنا فعلا طفرة في مجال الزراعة، يعني كمية أمور بتحصل في قطاع الزراعة كبيرة جدا. أنا عايزة أقول لكم إن ده مش المحصول الوحيد، كلمناكم قبل كده على الموالح على سبيل المثال، وهي مصر من الدول اللي واخدة المركز الأول عالميا في تصدير الموالح. جودة المنتجات الزراعية في مصر مش بس بنتكلم على معدل الإنتاج أو إن أنا بنتج كميات كبيرة جدا، لكن أنا عندي الموالح، الفراولة، العنب، محاصيل زراعية كتيرة جدا بتوريك يعني إيه المنتج المصري. عشان كده أنا بشوف إن إحنا عندنا تحول في السوق، يعني لما أجي أنا دول العالم دلوقتي كلها أنا في مصر مكفي نفسي، وإحنا ما شاء الله الله أكبر، يعني إحنا بنتكلم على 104 مليون نسمة، فبكفي عندي اكتفاء ذاتي من احتياجاتي، بصدر للسوق العالمي ومش بصدر أي تصدير، أنا بصدر وبحتل المراكز الأولى في سلع زراعية متميزة جدا، يبقى ده يديني مؤشر على طول إن أنا عندي تحول في قطاع الزراعة. خلينا ناخد تفاصيل أكتر من الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. دايما ببارك لكم على الأخبار الحلوة. الحمد لله، الحقيقة جهود كبيرة بتقوم بها الدولة من 2014 وحتى الآن بنحصل نتائجها، في جهود كبيره بتقوم بها وزاره الزراعه مع الوزير في توجيهات واضحه بضروره التواصل الفعال وضروره التنسيق مع كل الجهات المعنيه وضروره ان يكون في اتخاذ اجراءات رادعه مع كافه اي حد بيخالف المنظومه الزراعيه، وكل ده الحقيقه بيساهم بشكل كبير في تطوير المنظومه، في ادخال نظم مزرعيه حديثه، في اهتمام بالمنظومه الخاصه بادخال التكنولوجيا الزراعيه واستعمال منظومه التحول الرقمي في تطوير منظومه الزراعه في مصر. كل دي الحقيقه اجراءات بتقوم بها الوزاره ومستمرين، وان شاء الله تعظم من النتائج وتعظم من دور وزاره الزراعه في تحقيقه. يعني احنا هنشوف محاصيل جديده كمان لسه يا دكتور بتحتل الصداره، يعني احنا عارفين طبعا ان احنا كان عندنا محافظات كمان متميزه في مصر فيما يتعلق بانتاج التمور، ولكن احنا نوصل في 2020 الى هذه المرحله وان احنا نتصدر السوق العالمي بتقريبا ربع طاقه الانتاج على مستوى العالم. الحقيقه الحمد لله ده نتيجه طفره حقيقيه الحمد لله في هذا المجال، في اهتمام بنوعيه الاشجار والتوسع في اشجار النخيل المزروعه. وبعدين بالمناسبه كمان احنا مش بس في التمور، احنا الدوله الاولى عالميا زي ما حضرتك ذكرتي من شويه في الموالح، في تصدير الموالح، كمان احنا الدوله الاولى عالميا في تصدير
الفراوله المجمده. احنا برضو الدوره الاولى عالميا في انتاج الزيتون، وفي طفره كمان كبيره الحقيقه بتحصل في مصر دلوقتي في زيتون المائده. احنا عندنا توسع في الاشجار الخاصه بالزيتون زي التمور كمان كده، في شغل بيحصل كبير فيها. كمان عندنا الحقيقه احنا الدوله رقم 3 عالميا دلوقتي في انتاج وتصدير البصل المجفف، فاحنا عندنا الحمد لله في اكتر من مجال في توسع كبير بيحصل في المنظومه الزراعيه، في اهتمام. احنا طبعا عندنا تحديات بتواجهنا زي تحدي الميه وتحدي التوسع في الرقعه الزراعيه، ولكن الاتجاهات اللي الدوله الانواع دي بالزراعات اساسا مش من الانواع اللي هي بتحتاج لميه غديره او يعني بتستهلك ميه كتير يعني. بالظبط. وكمان خلينا نقول برضو وزاره الموارد المائيه والري بتقوم بدور كتير في اعاده استغلال الميه اكتر من مره. احنا بندور الميه بشكل كبير جدا، احنا عندنا كفاءه عاليه جدا في استعمال الميه، وده تحدي كبير بيقابل المنظومه الزراعيه. كمان توجيهات السيد الرئيس وافتتاحات السيد الرئيس لل 100,000 فدان صوب زراعيه، التوسع في الزراعه في منطقه الوادي والدلتا، الحقيقه في جهود كبيره جدا بتقوم بها الدوله المصريه في ملف توفير الانتاج الزراعي، لان النظره للانتاج الزراعي مش مجرد ان هو جزء اصيل في الاقتصاد الكلي للدوله، وانما كمان نظره الامن القومي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن. ولو نفتكر كده السيد الرئيس في بدايه عام 2019 يعني كان الكلام على ان هذا العام هو عام بناء الانسان، وبالتالي لابد ان يكون في اهتمام بصحه الانسان وتوفير غذاء له يكون يكفيه الاحتياجات ويوفر الطاقه اللازمه له، فكل ده جهود بتقوم بها الوزاره. احنا بنشوف حصاد المشروعات القوميه اللي بتتعلق كمان او اللي كانت بتتعلق بمجال الزراعه او قطاع الزراعه على وجه التحديد، بنشوف هذا الحصاد دلوقتي. انا مره ثانيه يعني ببارك لك يا دكتور، وان شاء الله باذن الله في انتظار عدد جديد تاني من المحاصيل المصريه تتصدر العالم. كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. وحقيقه الحق ان كل مشروع بيبدا الناس مثلا وقت ما نيجي نقول زي ما كان دكتور محمد القرش بيتكلم، نيجي نقول المليون ونص فدان، الناس يقول لك هتعمل مليون ونص فدان عشان تعمل ايه؟ عشان نعمل ده. لما نيجي نقول لا احنا عايزين نوفر في الميه، فوزاره الزراعه تدخل مع وزاره الري نقنن استهلاكنا للميه ونعيد تدوير ميه ثانيه عشان يبقى عندنا زراعات ثانيه متميزه. لما يبقى في تطوير دايما في اللي بيدخل او الشتلات اللي بتدخل في مصر، هو ده اللي احنا بنشوف نتاجه. عشان كده ما فيش مشروع بنبداه الا والحمد لله رب العالمين ممكن نشوف ثماره ونجني ثماره قدامه. والفتره على فكره مش شايفاها طويلة في المشروعات الكبيرة العملاقة دي كلها. خليني أقول لكم برضو على حاجة هتفرحكم، إنه يبقى عندنا برضو مشروع قومي كبير ضخم بيتم إنجازه. دايما كل المشروعات اللي احنا بنشوفها مهم إنها تليق بمصر وبينا وبمكانتنا وإن احنا نوصل لمرحلة متقدمة. هقف عند مشروع مهم، وقبل ما أدخل لكم في تفاصيل خبر اللي أنا عايزة أقوله تعالى أفكركم. العاصمة الإدارية الجديدة، ما قبل أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة كان إيه الوضع في هذا المكان؟ صحراء جرداء على رأي كده الجملة اللي احنا حافظينها، لا يوجد بها زرع ولا ماء، وبالتالي ما فيهاش أي نوع من أنواع التعمير، وبالتالي برضو أن قيمة الأرض اللي هي لا بيبقى فيها لا طريق ولا مية ولا إضاءة ولا أي حاجة من الحياة أو أي شيء يخلي البشر يروحوا لها، بتكون قيمة الأرض دي رخيصة. طبعاً أرض مصر مش عشان ما حدش، بس أنتوا عارفين الناس بتحور كلامي، لا كل حبات رمل في مصر غالية جداً، بس أنا بتكلم على سعر المتر، على قيمة سوقية في مجال العقارات أو المشاريع التنموية الكبيرة. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة غير شكل المنطقة، مش بس الطرق اللي بقت بتربط ما بين محافظات كتيرة جدا، ولا بس بتكلم على انه يعدي عليه الطريق الدائري الاقليمي، ولا ندخل على طريق السويس العين السخنة، ولا اكون جاي من طريق القطامية، ولا انزل على اكتوبر، لا كمان انت بتتكلم على نقلة. النقلة دي هتعمل انفراجة في القاهرة، لان احنا مش محتاجين نفضل عندنا فوق المليون كيلومتر مربع مساحة مصر الكلية ونفضل عايشين بس على 7-8% من المساحة وسايبين الباقي ده كله صحراء. زائد الاستثمارات دي مهمة جدا. المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قال إنه الحمد لله هيتم البدء في تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. أنا بس مش بكلمكم برضو على مباني وعقارات شكلها حلو أو مجمع وزارات
رهيب، بدل ما انت مثلا يعني انا لما رحت انت عشان تروح من وزاره لوزاره في القاهره بتاخد وقت، تركب مواصلات. هناك عشان تروح من وزاره لوزاره هتروح ب يعني حاجه زي بريدج كده، طريق يعني طريق مختصر، هتلاقي كل الوزارات جنب بعض. مش بس كده، احنا بنتكلم ان مصر بتروح نحو مدن الجيل الرابع، وده طبقا للتصريحاته ايضا، واحنا متابعين ده. ان شاء الله باذن الله في شهر ديسمبر اللي جاي هيكون العاصمه الاداريه الجديده هي من اول مدن الجيل الرابع اللي هتستقبل سكانها رسميا، كمان هتبتدي تستقبل الوزارات، مش الوزارات بس، وفي سفارات، وفي هناك مقر المجلس النواب، وفي مقر لرئاسه. وحقيقه ان احنا بنشوف مجتمع متكامل، وفي الجامع، وفي الكنيسه، وفي كل شيء، كل شيء هنلاقيه موجود لتحويل هذه المنطقه اللي كانت زي ما بقول صحراء جرداء بلا زرع ولا ماء لمنطقه كبرى الشركات بتسعى للاستثمار فيها بشكل كبير جدا. انا عايزه اقول لكم انه النقله في العاصمه الاداريه الجديده مش بس احنا بنتكلم على استخدام تكنولوجيا، او بس ان احنا بنتكلم على امور كتيره قوي، ولكن ان الناس تعيش في نطاق عمراني منظم لا يسمح بالفوضى حتى بعد 100 سنه. يعني هتفضل بالشكل ده لانها اتبنت على اساس صح، ما بقتش من المجتمعات العمرانيه اللي احنا ممكن نحط مثلا خطه وبعدين نقول ايه، زي مثلا ما كانوا بيعملوا في المدن الجديده زي مثلا التجمع اكتوبر لما اتعملت زمان كان محطوط في الحسبان ان هيسكن فيها مثلا 1 مليون 2 مليون، لحد ما لقوا ان اكتوبر دلوقتي بقى فيها فوق 10 مليون. فما كانتش المدن الجديده على استعداد انها تستوعب عدد سكانها. ده مش هيحصل في العاصمه الاداريه الجديده، لأنها مبنية للحاضر وللمستقبل اللي جاي كمان. عشان كده إحنا بنقول إنه لأ، مكان مختلف. كل ما هتروح كل يوم هتلاقي فيه سرعة، هتلاقي فيه تحول جديد، هتلاقي فيه حاجات جديدة بتحصل، في وحدات جديدة بيتم طرحها، في وحدات إسكان مختلفة برضو بالمناسبة، يعني هتلاقوا فيه تنوع. هتلاقوا ان شاء الله باذن الله، عايزه اقول لكم بعد ما التسليمات زي ما وضح نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده انه اللي حجزوا هيستلموا الوحدات بتاعتهم اللي تم طرحها خلال الفتره اللي فاتت. كمان احنا عندنا هيتم تسليم الفيلات، عشان كده بقول لكم لا، هي احنا بنتكلم على شقق وعلى فيلات اللي تم طرحها للحجز، غير ان احنا عندنا طرح جديد ل 8000 وحده سكنيه للحجز في العاصمه الاداريه الجديده. ان شاء الله باذن الله هيتم هذا الطرح بعد عيد الأضحى المبارك، والأول مرة هيتم طرح الوحدات دي ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. وده ليه؟ عشان الناس تستفيد أكتر، عشان اللي محتاج كان نفسه في شقة هناك بس مش عارف يعمل إيه عشان موضوع التمويل، لا هيدخل ده ضمن مبادرة ال 50 مليار جنيه اللي خصصها البنك المركزي عشان ييسر على الناس اللي عايز وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة. وده رد الناس اللي كانت بتقول لك ايه، لا اصل العاصمه الاداريه الجديده دي للناس الاغنياء اللي معاهم فلوس بس. لا، العاصمه الاداريه الجديده لكل الناس، كل فئات المجتمع، من حق اي مواطن ان هو عايش شقه هناك في العاصمه الاداريه الجديده يروح يشوف التيسيرات، يشوف الفرص اللي قدامه، يشوف السكن اللي هو عايزه وهياخده. احنا معانا على التليفون المهندس عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك. يعني الدخول او طرح عدد من وحدات العاصمه الاداريه الجديده ضمن مشروع التمويل او مبادره ال 50 مليار جنيه المقدمه من البنك المركزي لدعم التمويل العقاري المتعلق بهذه المشروعات. الاول بشكر حضرتك على المقدمه الجميله ديت. العاصمه الاداريه زي ما انت قلت بالظبط، المكان ده في 5/2016 يعني 4 سنين بالظبط كان ما فيهوش اي حاجه، كانت منطقه صحراء ما فيش طريق واصل للمنطقه. النهارده في محاور رئيسيه اتعملت، الطريق الاقليمي، الطريق الاوسطي، طريق السخنه، طريق السويس. نعم. يبقى العاصمه اتربطت ربط كامل بالقاهره. في المونوريل دلوقتي حاجه مهمه جدا، وسيله نقل للموظفين والمتردين على العاصمه، بيتنفس حاليا يربط مترو الانفاق من محطه الاستاد في مدينه نصر لقلب العاصمه الاداريه، مرورا
بالتسعين في القاهره الجديده. بنفس الوقت في مونريل في 6 اكتوبر من المنطقه الصناعيه لمحطه المترو على الخط الثالث في ولايه دكرور. يعني الدوله بتعمل وبتنمي في جميع الاتجاهات، في الاسكان، في الطرق، في السكه الحديد، في كل الاتجاهات. النهارده زي ما حضرتك قلت ان 4 سنين ما كانش في حاجه، احنا هيئه المجتمعات بنطور في العاصمه الحي السكن الثالث اللي هو ار 3 اللي فيه الوحدات خلصت دي 25,000 وحده. احنا بعنا جزء من الوحدات وان شاء الله هنسلم الحاجزين في 12/2020 ان شاء الله. ان شاء الله في جزء خلصان، ده هيخش في المبادره الخاصه بالبنك المركزي لل 50 مليار جنيه. وزي ما انت قلتي العاصمه لكل المجتمع ولكل الناس، دي مبادره هيبقى المقدم موجود ويتمول على 20 سنه بفايده 8%. ودي جاهزه ان شاء الله بعد العيد بشركاتنا، بشركات وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات، هنبدا نطرح هذه الوحدات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا ما ننساش ان القاهره القديمه احنا مش ناسيينها، احنا العاصمه هي مركز المال والاعمال ومركز الوزارات، احنا بنطور النهارده في القاهره القديمه في ميدان التحرير، ميدان داخلين على ميدان العتبه، على مصطفى كامل، على طلعت حرب، عين الصغرى شغالين فيها بقوه، مجرى العيون، يعني القاهره القديمه بتاريخها والقاهره الخدويه، احنا ماشيين في كل الاتجاهات دي بالتوازي مع العاصمه الاداريه الجديده. بكل تاكيد الناس منتظره بقى كمان الطرح التاني، يعني الطرح المتعلق بتمويل البنك المركزي القادم ان شاء الله بعد العيد. ده مش هيكون الاول، ربما يكون فيه هناك اكتر من طرح ان شاء الله. ده طرح موجود، وبرضه بنطمن العاملين في العاصمه، احنا بنبني 10,000 وحده في بدر ديت بينها وبين العاصمه 8 كيلو على الطريق الاقليمي، دي وحدات جاهزه سكن مصر 116 متر دي للعاملين لصغار يعني العاملين. دي هتبقى الاولويه في هذه الوحدات للعاملين في العاصمه الاداريه الجديده. ده للعاملين ان شاء الله وميسره بالتكلفه وهتمول على اقساط على مدد بحيث تبقى في متناسب الموظفين ان شاء الله. ده خبر حلو وجيد ايضا. كل الشكر للمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. يعني ده احنا بنتكلم على اخبار حلوه. الناس اللي عايزه شقه في العاصمه الاداريه الجديده اللي كانت بتقول لك انتوا بتبنوا للاغناء، لا والله لكل مواطن بنعمل استثمار وبنخفف الزحمه عن القاهره وبنعمر الصحراء، وفي نفس الوقت انت موظف هتلاقي شقه، انت راجل عايز فيلا خد فيلا، كل واحد بقى وامكانياته، كل واحد واللي هو عايزه. لكن خلينا نقول اللي بيتابع التقارير اللي بتتنشر بس بره عن العاصمه الاداريه الجديده يتفرج على جميع بقى الدول، شوف بقى أوروبا ودول متقدمة بيتكلموا ازاي عن مشروع زي العاصمة الإدارية الجديدة، انه يتحقق في الوقت ده والمدة دي بالنماذج دي والبنى ده. وزي ما بقول لكم ان التخطيط خلاص، يعني انا شايف ان مصر تخطت الحقيقة. وده الرئيس دايما كان بيتكلم انه ما نرجعش مرة تانية للعشوائية، عشان كده اي مشروع جديد بنشوفه بنشوف انه في تخطيط للحاضر والمستقبل ان شاء الله. تعالوا نطمن حضراتكم على درجه حراره الجو، رطوبه طبعا مش محتاجه اقول لكم على الجو ولا درجات الحراره المرتفعه قد ايه ولا الرطوبه، لكن خلاص احنا هنحاول ان احنا نتاقلم على هذه الحاله الجويه لحد ان شاء الله ما ربنا يفرجها علينا. احنا معانا على التليفون الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك. اهلا بيك. طبعا احنا عارفين حاله الجو، الناس كلها عماله يعني منتظره اي مؤشرات او تنبؤات من هيئه الارصاد الجويه تقول انه ربما يعني معدلات الرطوبه دي تقل شويه. هو طبعا يعني صعب خلال هذه الفتره لان احنا في نهايه شهر 7 وشهر 8 يعتبروا عز زي ما بنقول دايما، فالاجواء الى حد ما ما فيهاش تغيير كبير خلال الفتره اللي جايه. ممكن نشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره حدود درجتين تقريبا او من درجتين لثلاث درجات على القاهره والوجه البحري، وترتفع اكثر من كده طبعا على جنوب البلاد خاصه جنوب الصعيد، شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحراره ما بين 43 الى 47 درجه مع نهايه الاسبوع. طبعا اجواء شديده الحراره في هذه المناطق، ارتفاع نسب الرطوبة بيزود إحساسنا في المنطقة الشمالية بارتفاع درجات الحرارة، ولكنها ممكن تكون أقل حدة من الأيام اللي احنا فيها دي،
لان يعني لما بترتفع درجات الحراره بتقل نسب الرطوبه شويه، تعويضا يعني بتعوضها شويه كده. فيعني الفتره دي ان شاء الله تعدي على خير، والاجواء باذن الله ما فيهاش اي ظواهر حرجه. طب هل من المتوقع يحصل انخفاض حتى خلال نهايه الاسبوع؟ يعني كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور، احنا داخلين على اعياد بقى. كل سنه وحضرتك طيبين، وكل ثم الاستباب الف خير. هو طبعا لا يعني احنا ليس من المتوقع هنستمر في هذه الاجواء مع ارتفاع نسب الرطوبه، ولكن طبعا اللجوء للمناطق الساحليه بيكون هو الحل الامثل خلال هذه الفتره من العام ان شاء الله مع فتح الشواطئ شهر 8 ان شاء الله. كل الشكر للدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. يعني ليس من المتوقع ان يكون هناك اي انخفاض في معدلات درجات الحراره، او يعني ربنا بقى يهونها علينا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في الصيف. اسيب حضراتكم مع درجات الحراره المتوقعه ونطلع لفاصل صغير وبعدها نرجع نكمل. برجع لحضراتكم من تاني ولسه مكملين اخبارنا، وزي ما بقول لكم اخبار كلها ايجابيه. هروح معاكم بقى لمحافظه من محافظات صعيد مصر. حقيقه ان هم على موعد مع صرح طبي جديد. صرح طبي جديد بيدخل معانا في المنظومه الصحيه، وحلم قرب ينتهي وهو انشاء مستشفى سوهاج الجامعي. مستشفى سوهاج الجامعي او هذا الصرح الطبي الكبير اللي بيتم التعاون بيه ما بين جهاز مشروع الخدمه الوطنيه في القوات المسلحه وجامعه سوهاج وجهاز مدينه سوهاج الجديد. احنا بنتكلم على هذا الصرح الطبي الكبير، او بنتكلم على مستشفى كبيره هتخدم ابناء سوهاج بشكل خاص. طبعا ابناء سوهاج او قاطني محافظه سوهاج، لكن احنا بنتكلم على محافظات صعيد مصر، لانه خلاص قربنا الحمد لله ان احنا ننتهي من هذا المشروع. قربنا ان احنا نخلص اعمال التشطيبات النهائيه عشان المباني تكون جاهزه والمعدات تكون جاهزه. الميزانيه اللي تم وضعها لهذا المشروع هي ميزانيه ضخمه، احنا بنتكلم على 558.5 مليون جنيه. حد يقول لك طب احنا جبنا الفلوس دي منين؟ التكلفه هتغطيها هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، لان انا مش بكلمكم على مساحة صغيرة، احنا بنتكلم على 26,500 فدان و 1500 متر مربع. بنتكلم على عدد السراير اللي موجودة 286 سرير. مستشفى سوهاج الجديد فيها طبعا مباني رئيسية، في عندنا أدوار علوية، في عندنا مبنى تعليمي عشان كمان الطلبة يكونوا موجودين ويتعلموا ويدرسوا وهم يعني في مراحل التعليم المختلفة هما بيدرسوا الطب، يكون كل الإمكانيات متوفرة. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الصرح الطبي الكبير إن شاء الله بإذن الله ربنا يتمم هذا المشروع بالخير من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج. الدكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين جميعا والمشاهدين. يعني احنا سعداء جدا الحقيقة بالخبر ده، لان احنا مش بس بنتكلم على ابناء محافظة سوهاج، ولا بنتكلم على امكانية التدريب العملي لطلبة كلية الطب، ولكن احنا بنتكلم على صرح طبي هيقدم خدمة متكاملة لابناء محافظات الصعيد المجاورة لمحافظة سوهاج. بالظبط زي ما حضرتك تفضلت كده، ان المستشفى الجامعي الجديد هيقدم خدمات طبيه ويساهم في تقديم خدمات طبيه متميزه
مش بس لابناء سوهاج انما لابناء المحافظات الصعيد. وعندك عارفه ان احنا يمكن معظم محافظات الصعيد بتتلقى خدمات طبيه. الحمد لله الفتره الاخيره توسعت هذه الخدمات واصبحت عندنا تقريبا في كل محافظه في جامعه او في مستشفى جامعي. وده طبعا ساهم بشكل كبير جدا في تحسين هذه الخدمات. انما كمان لما نضيف صرح جديد، صرح متميز، صرح معمول على احدث طراز وفق الكود المستشفيات الجامعيه الجديد، يتعامل في مدينه سوهاج الجديده طبعا حيث المساحه المناسبه متسعه، بتتكلم على 26,000 متر، هي مساحه اكثر من رائعه في مكان اكثر من رائع، ما فيش الزحمه السكانيه الكبيره في الوقت الراهن. فبالتالي ده يعني مكان تم اختياره بشكل امن جدا، موجود على شبكة الطرق والمطارات. عندنا طبعا هاتف مطار طريق سوهاج أسوان الغربي، عندنا طريق أسوان سوهاج الشرقي برضه في ربط مدينة كباري على النيل، في عندنا مطار سوهاج جنب المستشفى على طول. احنا كمان بنتكلم على امكانيات كمان يا دكتور احمد، المعدات الطبيه الحديثه اللي تم اضافتها للمستشفى، التطوير اللي حصل في غرف العمليات، احنا بنتكلم على يعني بجد المعايير العالميه حتى الطبيه تم مراعاتها في انشاء هذه المستشفى. انا بقول لحضرتك ان المستشفى معموله على احدث كود المنشات الجامعيه، معمول فيها مبنيين منفصلين طبعا غير مباني الخدمات اللي بنتكلم عنها، انما مبنيين طبيين يعني متميزين، مبنى خاص بالعجل الداخلي والعيادات الاستقبال والخدمه الطبيه، ومبنى خاص بالعمليات التعليميه ومبنى التعليم. هي المبنى الاصلي موجود على 4 ادوار كامله على اكثر في 286 سرير. ده هينقل الخدمه الطبيه في محافظه سوهاج الى نقله نوعيه متميزه جدا، وخاصه لما نقول ان المستشفى الجامعي القديم في 1100 سرير الموجود وسط كتله سكنيه مزدحمه كثافه سكانيه عاليه جدا، بتجيله ناس من كل انحاء سوهاج ومن خارج سوهاج، ففي ضغط كبير جدا على هذا المكان. أنا كمان في مستشفى جديد زي كده بنقل مجتمع تاني كمان، بساهم في تطوير المجتمع الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، وده هدف لسيادة الرئيس اللي بالمؤمن بيه. وحقيقة يعني في توجه كبير جدا إن المجتمعات العمرانية الجديدة دي تبتدي تزدهر وتنمو. مستشفيات زي كده هتساهم بشكل كبير قوي في نقل السكان المنطقة زي كده، ومنطقة أكثر تنمية وفيها خدمات طبية طبعا هتبقى كويسة. هي كمان المكان تم اختياره في جوار الجامعة، جامعة سوهاج الجديدة، المقر الجديد للجامعة، وفي جامعة خاصة جنبه كمان، فبالتالي أصبح مكان ملائم جدا طبيا وتعليميا لتعليم أبنائنا في الطريق القادم إن شاء الله. إمتى من المتوقع يا فندم إن احنا يتم الافتتاح الرسمي لهذا المشروع؟ أنا عايزك نتكلم في أقل من 3 شهور. الإنشاءات تماما كلها الحمد لله تمام، وفي لجنة من الجامعة سلمت المبنى من إنشاءاته، ودلوقتي في مرحلة تجهيز تركيب الفرش الطبي والغير طبي في المستشفى، وده اللي هياخد يعني إن شاء الله بإذن الله قبل نهاية العام ممكن يتم الافتتاح الرسمي إن شاء الله. إن شاء الله متوقع يا فندم يتم الافتتاح الرسمي للمشروع قبل نهاية العام. ان شاء الله كل الشكر للدكتور احمد عزيز رئيس جامعه سوهاج. احنا بنبقى فرحانين جدا على فكره بالمشروعات دي اللي بتتم في محافظات مصر كلها، سواء بنتكلم على وجه بحري او وجه ابلي. هرجع معاكم عشان بس نطمن الناس اللي ما عرفتش هذا الخبر، لانه مصر ما بتنساش ولادها. احنا شفنا قد ايه حصل تحرك كبير جدا بخصوص وقعه الاعتداء على الشاب المصري في الكويت، وده اللي اكدته السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله والهجره وشؤون المصريين بالخارج، انها تواصلت مع سياده السفير هشام عصران قنصل عام مصر في الكويت، تابعت موقف الشاب المصري اللي تعرض للاعتداء من خلال طبعا لما كان بيقوم بعمله، وزي ما تابعنا القصه انه طلب من الشخص الكويتي انه ما يعني
يستخدم البطاقة الخاصة أو الفيزا بتاعته وإنه مش مسجلة باسمه، يعني إذن هو ما كانش غلطان وده كان بيقوم بعمله. سفيرة نبيلة مكرم أكدت تقديرها لسرعة التحرك من القنصلية العامة وكمان التحرك السريع اللي حصل من السلطات الكويتية، إلا قالت إنها مش بتفرق ما بين العاملين على أراضيها وبتتعامل مع المصريين معاملة الكويتيين. ووضحت إنه خلال الاتصال أكد السفير إنه اللي حصل ده طبعا مجرد حادث فردي وإنه العلاقات جيدة جدا ما بين الشعبين، وهناك آلاف من العمالة المصرية مستقرة في الكويت، وإنه تم القبض على هذا الشخص المعتدي وتم تسجيل القضية باعتبارها جنحة. تاني بنقول هذا الشخص اللي اعتدى على المواطن المصري تم القبض عليه فعليا، ودي تصريحات القنصل العام في الكويت، وتم اعتبار هذه القضية انها جنحة وبيتم متابعة القضية دلوقتي. كمان في جهات معنية في الكويت بيتم التواصل معاها مع الشاب المصري وليد اللي تم الاعتداء عليه، غير طبعا انه جمعية صباح الاحمد التابع ليه هذا المكان اللي بيشتغل فيه اعلنت انها متضامنة مع وليد الشاب المصري، ومقدمتها رئيس الجمعية ناصر زعار العتيبي، وطبعا مع كل التحركات دي والموقف الرسمي طبعا وزي ما احنا شفنا ما قامت بيه دولة الكويت الشقيقة، هي كل الشكر ليهم جميعا اللي رجعوا حق وليد بعد الفيديو المهين اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يكون الكل سواء امام القانون، لانه هذه الواقعة مش مبررة، وده اللي اكد عليه السيد ناصر العتيبي اللي بنشكره كمان على بيان التضامن مع وليد. وبنقدم التحية ليه طبعا الدكتورة سيادة السفيرة نبيلة مكرم وأيضا قنصلنا العام في الكويت على هذه التحركات السريعة، لأن هم عينهم على كل مصري في الخارج، ما فيش حق مصري، مواطن مصري حقه بيضيع. فاللي معرفش إيه اللي حصل، تم القبض على المواطن الكويتي اللي اعتدى على وليد وتم تحويل هذه القضية إلى جنحة، وحق وليد إن شاء الله بإذن الله هيرجع له في متابعة كبيرة جدا 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 على كافة المستويات، سواء إحنا بنتكلم على المسؤولين في مصر أو أيضا المسؤولين في الكويت. تعالوا بقى أقول لكم آخر فضيحة، يعني دايما يقول لك أقول لكم آخر نكتة، أنا بقى أقول لكم الحقيقة آخر فضيحة تتعلق بالنظام التركي. آخر فضيحة بقى تم كشفها في تركيا، أو اللي كشفتها بالمناسبة صحيفة ديمقراط خبر، صحيفة دي صحيفة تركية، قالوا إيه بقى؟ إنه حزب العدالة والتنمية التركي اللي هو طبعا الحزب الحاكم يعني في تركيا واللي بيتبع أردوغان، حزبه منه كده يعني، الحزب عمل لقى إنه في تراجع في شعبية الحزب وتراجع في شعبية أردوغان، وده طبعا بسبب السياسات اللي موجودة جوه البلد، فشل اقتصادي، فلس أردوغان عمال يدخل تركيا والشعب التركي في صراعات ملوش دعوة بيها، يحاول يلف على شوية دول يسرقهم، يحاول يسرق ثروات الشعوب، يحاول يدعم الجماعات الإرهابية. الراجل مش فاضي، احنا قلنا لكم قبل كده، هيفضل للإرهابيين ولا يفضل الشعب؟ خلينا حقانين، راجل معذور مشغول مع الإرهابيين. المهم لو انه ناس كتير جدا ابتدت يعني يحصل عذوف ان هم ينضموا لحزب الحرية والعدالة، وانه السياسات دي خلت الناس متضايقة، فاستغلوا أزمة كورونا وبدل ما يشتغلوا على الأرض ويدعموا المواطن التركي فوقعوا في فضيحة جديدة. عدد من المواطنين حصلوا، أو اللي هو سجل عدد من المواطنين اللي حصلوا على حزم الدعم الاجتماعي، يعني في ناس كانت متضررة أحوالها مش كويسة في تركيا فراحوا يقدموا ويسجلوا بالبطاقات بتاعتهم عشان ياخدوا دعم اجتماعي عشان كورونا طبعا واللي حصل فيها، وده كان بدعوى انه الحزب قال للناس اللي عايز دعم اجتماعي يجي يسجل بياناته في قاعدة بيانات الحزب، يعني أي مواطن تركي بسيط يروح ياخد خدمة أو يحاول ياخد دعم في أزمة كورونا من الدولة الحزب بياخد بياناته. ليه؟ معرفش، هل هو الحزب هو وزارة التضامن عندهم؟ مش عارف يعني، ما عنديش إجابة. المهم الناس راحت سجلت ده في الحزب وقالوا خلاص احنا مستنيين ايه التعويض، وطبعا هم نصهم
او ثلاث ارباعهم تقريبا لا لقى تعويض ولا غيره. لكن الحزب عشان يحل الازمه انه كتير من الناس اللي كانت معاه وحصل انقسامات في السنين الاخيره فعايز يكبر عدد الناس اللي عنده. صحيفه تركيه ديمقراط خبر قالت ان الحزب اللي بتزعمه اردوغان سجل كل اللي خدوا الدعم الاجتماعي اللي هو ما زادش بالمناسبه عن 1000 ليره تركيه، واحنا عارفين طبعا ان الليره في الارض، بدون علمهم او بدون ما ياخدوا موافقتهم، ولقوا نفسهم اعضاء في حزب العداله والتنميه. خدوا بيانات الناس وحولوهم لاعضاء في الحزب بدون موافقتهم بدون رغبتهم بدون اي حاجه. موقع تركيا الان قال انه ديمقراط خبر في تقريرها كانوا بيتكلموا على ان المنظمه التابعه للحزب الحاكم في محافظه فان التركيه زارت بيوت المواطنين دول وابتدوا يعملوا زي جولات ميدانيه كده ويلفوا على الناس يجمعوا البيانات بحجه ان هم يساعدوهم ياخدوا دعم اجتماعي، عشان يتفاجئ بعد كده الناس ان هم بقوا اعضاء، يعني بدل ما ياخدوا دعم اجتماعي من الدوله لا لقوا نفسهم اعضاء في الحزب. طبعا كل الاتراك بتحملهم الفشل، مسؤوليه الفشل التركي المستمر، بنتكلم في المستوى الاقتصادي والسياسي وكل شيء. الغريب بقى انه بعد ما العمليه دي تمت وبعد ما خدوا بيانات الناس وخلوهم جوه الحزب، خرج رئيس المحافظه عن حزب العداله والتنميه وقال انه الحزب لاول مره بينضم اليه العدد الكبير ده من الاعضاء من 17 سنه فاتوا. طبيعي هيلاقي منين؟ هو اصلا كان حد عايز ينضم؟ دي الناس اتضحك عليها قبل ما تتكشف الفضيحة دي. وأكدت كمان أنه حسب التصريحات أن الحزب ملوش أي شعبية في الشارع، يعني الحزب ده بيحكم تركيا من 18 سنة، وأكدوا أن محدش انضم ليه بالعدد الكبير ده واللي تم تزوير العضويات بتاعتهم واللي تم انضمامهم، عشان كده الراجل قالك ده احنا ايه عندنا طفرة في شعبية أردوغان من 17 سنة، شعبية مزيفة. وطبعا استغلال طبعا بيانات الناس المتضررة من كورونا، طبعا وضع طبيعي في وضع زي اللي في تركيا والشعب التركي انك لما تقول للمواطن تعالى سجل بياناتك عشان هتاخد 1000 ليرة رغم ان ال 1000 ليرة ولا حاجة، لكن الناس الغالب هيروحوا وهيبتدوا يحاولوا ان هم يحطوا البيانات بتاعتهم عشان ياخدوا اي حاجة تسندهم في الازمة اللي هم فيها. لكن اللي حصل كان عكس كده. خلينا ناخد للتعقيب الاستاذ محمد مصطفى الكاتب المتخصص في الشأن التركي. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ اسماء على حضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك. احنا بنشوف فضيحه جديده بتنضم لملف فضائح اردوغان والحزب الحاكم في تركيا حزب العداله والتنميه، وما حصل من تزييف لشعبيه اردوغان ودخول اعضاء غير راغبين الى حزب العداله والتنميه. نعم. يعني خليني اقول لحضرتك بدايه ان دي يمكن المره الاولى او السابقه الاولى في تاريخ الحياه الحزبيه التركيه منذ تاسيس الجمهوريه التركيه قبل 97 سنه وحتى الان التي يحدث فيها مثل هذا الامر، التي تحدث فيها مثل هذه الكذبه، مثل هذه السرقه، التي يحدث فيها انتقال من خداع الشعب إلى محاولة خداع الذات. نعم. يعني أردوغان وقادة حزبه ابتدوا يحولوا أو تتحول في عقولهم الأمور من خداع الرأي العام إلى أنهم يخدعوا أنفسهم ويوهموا أنفسهم أن عدد الأعضاء في الحزب بيزيد، بينما كل المؤشرات بتقول بما فيها قرارات المحكمة العليا التركية أن أكثر من 220 ألف عضو في حزب العداله والتنميه استقالوا خلال عام واحد فقط. اكثر من 220 الف عضو، رقم رهيب جدا طبعا، بسبب يعني معظمهم بسبب التيقن من ان تركيا بتتحول الى الفاشيه الدينيه وتحالف الحزب مش الحاكم بقى الحزب الفاسد هناك مع التنظيم الفاشي للاخوان المتاسلمين من جانب، وناحيه ثانيه الفساد اللي استشرى في صفوف حزب العداله والتنميه. ده بعد. البعد الاخر يتعلق بالاليه اللي هم بيستخدموها لاستقطاب البسطاء والفقراء. الرشاوى اللي بيتم دفعها
يعني حضرتك اشرتي ل1000 ليره ان هي بتدفع للشخص 1000 ليره. لما ده يتم عن طريق الحزب نفسه بهذا الشكل وبعمليه الاستقصاء اللي بتتم دلوقتي، هما بيتاجروا بمن ذبحوهم بسبب ازمه اقتصاديه ناجمه عن الفساد المالي في تركيا. نعم. يعني بيذبحوهم مرتين، هما صنعوا الازمه وبيستفيدوا منها. بالظبط كده. ولو حضرتك لاحظتي، واتمنى الساده المشاهدين كانوا يلاحظوا في الصلاه الغير مقبوله طبعا من وجهه نظري اللي تمت في ايا صوفيا من جانب اردوغان، واحنا شفناها كلنا. هو طبعا يعني لمن لا يعلم، هو شخص كان بيلعب بيحاول ان يكون لاعب كره قدم، لكن ما يعلمه المقربين منه انه كان هاويا للتمثيل منذ صغره. ولو شفنا الصور هنشوف الاداء التمثيلي المفتعل بتاعه. لكن خارج ايا صوفيا الناس اللي كانت بتصلي، لو لاحظنا مش مصلين زي ما احنا بنشوف الناس اللي بترتدي المساجد يعني بشكل طبيعي، يعني لا هتلاقي ناس، اولا مظاهر الفقر والضعف الاقتصادي باين عليهم، يعني دي الطبقه الاكثر فقرا في تركيا، هم اللي حشدهم اردوغان وحزبه علشان يروحوا يعملوا له مشهد الصلاه، فيبدو كما لو ان عشرات او مئات الالاف موجودين لدعمه في هذه الخطوه. فهذا قطاع او شريحه محدده من المجتمع التركي يتم اقتيادها في مثل هذه الاحداث او الفعاليات، وده بالضبط نفس الاسلوب اللي جماعه الاخوان المسلمين كانت تتبعه في مصر، ويمكن حتى نفس اشكال الدعم المالي اللي بيقدموه للفقراء، يعني نفس الاليات بالضبط موجوده عنده. الامر المؤكد ان القاعده الشعبيه اللي كانت بتدعم حزب العداله في الماضي سنه 2002 لما جابوهم للحكم باصواتهم، يعني هذه الطبقه هي التي اعطت اصواتها لاردوغان، وهذه الطبقه جانب كبير منها من الاقليه الكرديه وقتها سنه 2002. الاقليه الكرديه دي خرجت دلوقتي عن عباءه حزب العداله والتنميه تماما، لانهم ادركوا يعني مدى حقده الدفين وكذبه وخداعه بالقضيه الكرديه، وزعموا ان هو هيدعم الاكراد وكذا وكذا وكذا. لكن كمان تاكدوا من ان المعاناه الاقتصاديه بتاعتهم بعد 18 سنه من وصول الحزب ده للحكم عادت الى الوضع اللي كانت عليه قبل عام 2002، واحنا شفنا مؤشرات العجز المالي اللي زادت عما كانت عليه قبل 18 سنه. وانما في خلفيه ذهنيه المواطن التركي دلوقتي ان كل هذا ناجم عن تحالف يعني خبيث ما بين فساد الاسره الحاكمه لاردوغان اللي هم 8 اشخاص مش 6 دلوقتي، لان اردوغان وابنائه الاربعه وزوجته من جانب، ومعه شقيقه مصطفى دوغان وابنه ايضا من جانب اخر. هذا التحالف، هذا الفساد في الاسره الحاكمه مع فساد قاده الحزب الحاكم، حضرتك بيدوا مناقصات لقيادات الحزب. احنا بكل تاكيد هنتابع مع حضرتك استاذ محمد يعني هذا المسلسل من الفضائح في هذا النظام الفاشي، لن ينتهي بكل تاكيد. كل يوم بنشوف جديد الى ان تقترب النهايه باذن الله. كل الشكر للاستاذ محمد مصطفى الكاتب المتخصص في الشان التركي. خليني ارجع مع حضراتكم بخبر هام ايضا، وده بيهم كتير جدا من المصريين. في تحذيرات احنا بنشوفها مهمه بتصدر من وزاره الصحه، كان منها كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح على انه الناس ما ينفعش تطحن اقراص الاسبرين او انها تقسم القرص الا لما يرجعوا للطبيب. الجزء الثاني كان انه الناس عماله تاخد ادويه وفيتامينات بدون اشراف طبي علشان ده اللي هيجنبهم الاصابه بفيروس كورونا، واحنا بنشوف عدد كبير جدا من الناس على فكره حوالينا بيعملوا كده. احنا خلينا نوضح للساده المشاهدين بشكل اكبر ايه خطوره ان انت تاخد هذه الأدوية بدون إشراف طبي أو حتى الفيتامينات أو المقويات اللي الناس بتاخدها طول الوقت على الفاضي وعلى المليان طول الوقت. إحنا معانا على التليفون الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور.
مساء الخير يا استاذه اسماء، وازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور، و طيبين وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. وخليني ابدا مع حضرتك من هذا التحذير الاخير من وزاره الصحه فيما يتعلق انه عدد كبير جدا يا دكتور في الواقع من الناس اللي احنا بنشوفهم حوالينا طول الوقت بياخدوا كميات كبيره جدا من الفيتامينات او الاقراص، فيتامين سي، زنك، جنزبيل وما الى ذلك، اعتقادا منهم ان ده هيقوي مناعته وهيخليه لا يصاب بالامراض او فيروس كورونا. شوفي حضرتك، هذا كلام مهم جدا والتحذير في محله ومهم. ما فيش في الدنيا اي عقار او دواء، يعني حتى لو ما اتكلمناش على عقاقير والادويه، اي اكل بناكله، الاكل الطبيعي لو زاد عن حده بكميات معينه او بتركيبه معينه او بتوافق معين مع بيؤدي الى اثار جانبيه. نعم. الجسم حضرتك بيحتاج او في مستويات طبيعيه لاي حاجه في الجسم، سواء فيتامينات او معادن الى اخره. اقل من كده بيعمل نقص ويعمل مشاكل، واكثر من كده ممكن يعمل مشاكل. عشان كده استخدام اي دواء حتى لو كان فيتامينات بدون وصفه طبيه وبجرعات محدده ولمده زمنيه معينه في الغالب ممكن يؤدي الى اثار جانبيه. عشان كده التحذير من حضرتك ومن وزاره الصحه مهم جدا، لا تستخدموا اي عقار او اي دواء حتى لو كان فيتامينات الا بوصفه. دكتور، في ناس بتقول انه برضو ده بعض الاخطاء الشائعه اللي ممكن نقع فيها، انه فيتامين سي ده يعتبر اكسير للحياه، ان الناس لازم بشكل يومي تاخد اقراص فيتامين سي. عايزين برضو يعني راي حضرتك كطبيب ومتخصص وحضرتك يعني استاذ في مجال الطب، هل ده صح ان الناس تعمل كده؟ فيتامين سي حضرتك هو من ضمن الحاجات التي تستخدم لرفع مقاومة جسم الإنسان مع حاجات تانية، وهو موجود بكثرة في بعض المنتجات الطبيعية زي البرتقال والليمون وحاجات تانية كتير. عشان كده لما الواحد بياكل أكل طبيعي متوازن متكامل في بروتينات وفي كربوهيدرات وفي أملاح ومعادن، هي موجودة بكثرة لو عملنا طبق سلطة صغير، يعني كل ده يغطي الاحتياجات اليومية الطبيعية سواء الوقائية أو العلاجية لكثير من الفيتامينات. فما فيش أي حاجة أبدا لاستخدام هذه الحاجات إلا في ظروف معينة، يعني الطبيب يوصف هذا الكلام يكون المريض محتاجه لأسباب محددة وليس على المشاع وليس في كل الوقت وليس بجرعات كثيرة وليس أيضا استخدام عشوائي يعني غير مبرر في كل الوقت. تمام. خليني اسال حضرتك ايضا على يعني الحمد لله احنا بنشوف انخفاض في معدل الاصابات او معدل الاصابات فيروس كورونا، وايضا من يعني اتفضل يا فندم، انخفاض في معدل اصابات فيروس كورونا، يعني انخفاض ملحوظ، وايضا كمان الحمد لله رب العالمين انخفاض في معدل الوفيات. حضرتك الحمد لله كثيرا، والحمد لله لمصر كلها، سياده الرئيس والحكومه والسيد رئيس مجلس الوزراء ولكم كاعلام، لان انتم الحقيقه ساهمتوا كثيرا في التعريف وفي التوعيه. الحمد لله وصلنا لهذه النتائج، وان شاء الله نستمر في هذا وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يكمل الموضوع. لكن في نفس الوقت يا استاذه اسماء، اتفضلي يا فندم، ما زال في حالات، ما زال في مرض، ما زال في مرضى، ما زال في ناس بتخش المستشفيات، فالحذر واجب بشدة، والالتزام بكل المعايير الوقائية والاحترازية اللي حطيتها الوزارة وحطيتها الدولة، لأن المرض ما زال موجود. الحمد لله قل والحالات قل وشدة الحالات قل ودخول المستشفيات قل، هذا حقيقي وهذا يعني إنجاز كبير جدا والحمد لله، لكن يجب أن نستمر في كل الخطط الوقائية حتى نصل إلى مرحلة نعلن فيها إن خلاص إيه اللي ممكن يتعمل في هذا الوقت. خلينا بعد إذن حضرتك نكون متفائلين بشكل أكبر، لو إن شاء الله بإذن الله جميعنا التزمنا ومشينا يعني بالمعدلات اللي احنا بنشوفها دي المبشرة الحقيقة،
هل ان شاء الله من المتوقع ان احنا في وقت قريب ننتهي من هذه الجائحه او نعلن ان احنا تخلصنا من هذا الوباء؟ شوف شهادتك، احنا عندنا وباء في حاله حاده وشديده، وباء شرس، وباء العالم كله بيعاني منه. نعم. فلازم نوصل الى مرحله يعني حتى لو الامور عندنا تحسنت جدا، لكن سيادتك لسه الوباء موجود في العالم. ايوه. عندما نصل الى مرحله يتحول الوباء فيها الى مرض عادي او فيروس عادي او مرحله ما بعد الوباء، احنا هنعلن او الحكومه هتعلن ايه الاجراءات المطلوبه في هذا الوقت. هذا متوقع ان شاء الله، لكن كل العالم مستني ايضا نعدي فتره الشتاء اللي جاي حتى ما يحصلش موجه اخرى من هذا المرض. وعشان كده الحذر والواجب والاحتياط مهم جدا لغايه ما نعدي هذه المرحله. ان شاء الله باذن الله نعديها، وانا بشكر حضرتك. احنا مستبشرين خير. يا رب انه ان شاء الله، انه ان شاء الله مصر ما تتعرضش لموجه ثانيه ان شاء الله. باذن ان شاء الله، بس نجب نكون حذرين ومستعدين، لان استعدادنا المبكر والاجراءات التي تمت والاستعداد المؤسسي والدولة وكل الناس يعني استنفرت لهذا ادى هذه النتائج اللي الحمد لله رغم نجات الاصابات ورغم حصل وفيات، لكن الحمد لله اللي وصلنا لهذه المرحلة. الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر للاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. واحنا يعني بجد طبعا يعني ما اكد عليه الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين انه التزامنا هو اللي هيوصلنا لمرحله الامان. واحنا امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم ودكتور محمد عوض تاج الدين بياكد انه طول ما الوباء موجود نخلي بالنا عشان احنا داخلين على اعياد وكل سنه وانتم طيبين. استاذنكم نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل. وبرجع مع حضراتكم من تاني. نروح لتقرير جميل اعده الزميل حلمي ياسين مراسل اكسترا نيوز في دمياط. هذا التقرير بيتكلم عن بنتين. البنتين دول قرروا ان هم يشتغلوا مع بعض، يعملوا حاجه جميله قوي جوه محافظه دمياط. قرروا ان هم يدخلوا مجال جديد على المجتمع الدمياطي، ان هم ينظموا الحفلات. مش بس ان هم ينظموا الحفلات وخلاص، غير الشهرة طبعا اللي هم حققوها في المحافظة، لا هم ببساطة بيعملوا أفراح وحفلات على السطوح، بيخلوها كأنها شيء ملوش حل. لما بتشوف الأفراح اللي هم بيعملوها على الأسطح بتاعت البيوت بتحس ان انت في حاجة تانية خالص في زمن الكورونا. جوليا وإيناس كانوا لما بيعملوا الحفلات او الافراح دي كمان بيخلوا بالهم ان في كورونا، فبينظموا الموضوع بطريقه يكون فيها زي ما بنقول كده بلغتنا دايما اللي بنتكلم عنها اجراءات وقائيه واحترازيه عشان ما يكونش فيه عدوى. تعالوا نشوف جوليا وإيناس بينظموا الافراح دي ازاي مع الزميل حلمي ياسين. فتاتان من ابناء محافظه دمياط تحديتا ظروف المجتمع وفكرة خروج الفتاة للعمل، وفكرتا أن يعملا بمجال جديد على المجتمع الدمياطي وهو مجال تنظيم الحفلات، وحققتا الكثير من الشهرة بين أبناء محافظة دمياط وخارجها ليجعلا من زفاف العروسان على الأسطح زفافا ملكيا في زمن الكورونا، وذلك بعد غلق قاعة الأفراح والكافيهات والمطاعم وهو مجال عملهما الذي تنظمان به الحفلات. وعلى الرغم من ذلك فكرتا خارج الصندوق وأعلنتا عن استعدادهما بإدخال الفرحة في نفوس المقبلين على الزواج. الفكرة جات لنا ان احنا ممكن نجهز السطح ونخليه فعلا زي القاعة مع حضور عدد قليل جدا، حوالي 20 فرد قرايب العريس والعروسة المقربين جدا، علشان طبعا نحافظ على التباعد، وعلشان طبعا الظروف الحالية اللي احنا فيها بيكون كلهم طبعا لابسين كمامات وجلافز واخدين كل الاحتياطات علشان اليوم بعدي على خير ان شاء الله. كل مكان طبعا تجهيزاته بتختلف عن المكان تاني، في حاجات مجهزة، في حاجات بتحتاج شغل اكتر، في حاجات بنفرشها كلها، الأرضية بالجوانب بالحيطان كل حاجة منغطيها بحيث الشكل يطلع أحسن حاجة إن شاء الله.
الفتاتان جوليا وإيناس اللتان تحديا الأزمة التي تمر بها البلاد وتحديا كورونا، وأعلنتا عن مساعدة الشباب في تنظيم أفراحهم وخطوباتهم بالمنزل بديكور مبهج وبسيط مع الالتزام الكامل بالتباعد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا. ولكن جاءت جائحة كورونا لتعطل عملهما مع قرارات الغلق والحظر، فابتكرتا تنظيم حفلة مقتصرة على العريس وأقل القليل من أسرهم داخل منزلهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. كان في عرايس كتير بتقابلنا عندهم مثلا مكان في السطح او في الروف، وتبقى شايله هم مثلا يا ترى هيطلع حلو في الفرح، يا ترى هيبقى كويس وكده وفي التصوير وكده، فاحنا بنحول لها المكان او السطح او الروف بنحوله لها قاعه، يعني بنحول مكان دانس فلور زي ما حضرتك شايف مدخل ورد، يعني كل حاجه جيست بوك كل حاجتها كلها بتبقى موجوده معاها. وطبعا بيقتصر الفرح على قدها هي والعريس وبابا العريس ومامته وبابا العروسه ومامتها بس كده، يعني بكتير ماكسيمم 20 فرد بالذات. يعني يقومان بعمل حفل الزفاف بالمنزل مع ديكور مبهج للمنزل تعويضا عن قاعة الزفاف التي ألغي حجزها، ويستخدمان أبسط وأفضل الأشياء لإدخال الفرحة على نفوس العرسان والعرائس، فالفرح فوق السطح تحول لفرح ملكي أشبه بأفراح الأمراء بسبب الديكور. جميل قوي بجد، وجميل ان هم عندهم استعداد للتغيير، وجميل ان احنا بنستغل ابسط الامكانيات عشان نفرح ونكون ملتزمين، والديكور بجد اكتر من رائع. تسلم ايديهم، ربنا يوفقهم يا رب. طيب تعالوا نرجع واحنا بنتكلم، كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى المبارك قرب خلاص، وفي ناس طبعا بتستعد دلوقتي انها تجيب الاضحيه بتاعتها، في ناس ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، في ناس تقعد تقول لك طب وانا لو خدت حاجه مميزه وانا بذبح ده حرام ولا حلال، او لو ميزت نفسي بحاجه، ودي امور كتيره على فكره هتلاقوا ناس كتير بتحتار فيها. يعني على سبيل المثال وخلينا نتكلم بلغه دارجه من غير ما ادخل في تفاصيل شويه، حد مثلا هو بيذبح يقول لك اصل انا خدت الكبده وعملتها، هل المفروض كل شيء في الأضحية يتقسم زي ما احنا عارفين تلت وتلت وتلت بكل ما فيها، ولا ممكن الشخص اللي بيضحي ياخد حاجات لنفسه شوية؟ الله أعلم. كل ده هنقول لحضراتكم عليه. طب الناس اللي بتذبح هي بنفسها، في ناس حد يقولك أنا بحب أذبح أضحيتي بنفسي، وحد تاني يقولك لا أنا عايز أروح أذبح في المجزر، ازاي بيتم ذبحها في المزاج في المجزر، يعني ازاي بيتم تقسيمها، ازاي الطب البيطري بيساعد الناس ان هم يختاروا الاضحيه، طب انا لو انا جبتها هتبقى كويسه ولا اعرفها ازاي ان هي كويسه، كل دي امور كتيره جدا هنكلمكم فيها، لكن احنا هنبدا معاكم فقرتنا دي باللي بيحصل في المجازر. ازاي المجازر بتستعد لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وازاي لو انا هشتري الاضحيه بتاعتي من بره اعرف اختارها. احنا بينورنا عبر كاميرا اكسترا نيوز الدكتور اشرف اسماعيل مدير اداره الطب البيطري بمحافظه الجيزه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين الكرام بخير ومصر كلها بخير. طبعا احنا عارفين انه الوقت ده او الايام دي انتوا بيكون عليكم عبء كبير جدا يا دكتور، لانه عدد كبير جدا من الاضاحي، وطبعا المحلات كمان العاملة في مجال الجزارة او السوبر ماركت او الاسواق، فانتوا بتكونوا تحت ضغط كبير جدا الفترة دي، الله يكون في عونكم. يعني الحقيقة احنا رافعين حالة الطوارئ بالنسبة للأعمال عندنا من بداية شهر 7. أيوة. يعني احنا مش في فترة العيد بس، لا احنا ما يظبط الفترة حوالي شهر سابع. احنا عندنا تعليمات برفع حالة الطوارئ القصوى للاستعداد للأعياد، وأيضا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. يمكن احنا جهزنا المجازر واطمأنينا على المجازر اللي موجودة في أنحاء المحافظة جميعا، الأطباء موجودين، اطمأنينا أن يكون الأطقم الطبية المدربة للكشف على اللحوم كلهم موجودين،
إن شاء الله طبقا للتعليمات معالي الوزير وزير الزراعة ومعالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم السماح بفتح المجازر على مستوى محافظة الجيزة مجانا للمواطنين أثناء فترة عيد الأضحى المبارك. يعني بالمجان يا دكتور، يعني أي مواطن عنده أضحية، معلش نعيد ده تاني، أي مواطن عنده أضحية ممكن يجي يدخل المجزر بالمجان. تمام. هي حضرتك مش أول سنة، إحنا في السنين السابقة برضو كنا برضو كان نفس النظام كده، كنا فاتحين مجاز، بس السنة دي على أساس بقى إيه، السنة دي إحنا في الفترة اللي فاتت كانت فترة استثنائية بالدولة كلها بتعيشها، إحنا بنتخذ إجراءاتنا برضو لأن إحنا بنطمئن على الناس اللي داخلة وبنطمئن على اللحوم نفسها وبيتم الكشف على اللحوم. إحنا عندنا في محافظة الجيزة 23 مجزر منتشرين في جميع أنحاء المحافظة. إن شاء الله جميع المجازر 23 هيكونوا مفتوحين أيام عيد الأضحى المبارك، هيكون في أطباء متواجدين للإطمئنان على الأضحية، بيتم الكشف عليها قبل دخولها، فحص ظاهريا بيتم فحص الظاهري للحيوان قبل دخوله، بعد دخوله بيتم ذبحه، وبعد كده الدكتور اللي هو الكشاف بيخش بيكشف على اللحوم وبيفحص اللحوم جيد وبيطمئن اللحوم جيدة صالحة استهلاك الأدم. أحيانا ممكن لو في بعض الإصابات موجودة في اللحوم بيتم إعدامها أمام المواطن صاحبها، وإحنا بندعو جميع المواطنين يا جماعة بلاش نلوث الشوارع بتاعتنا، نحافظ على شوارعنا نظيفة، وخصوصا خلال فترة العيد إن شاء الله نحافظ على البيئة بتاعتنا، إن إحنا نحافظ على نفسنا، يعني برضو نحافظ على نفسنا إن إحنا نروح المكان الأماكن المخصصة للذبح. الذبح في الشوارع ده بصراحة شيء غير حضاري بالمرة طبعا، وإحنا بقالنا فترة بالنادي يا جماعة محدش، وفي إجراءات عقابية للذبح خارج المجازر. طيب. سعادة المحافظ مشكل لجان للمرور على جميع الشوارع والتأكد من نظافة الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. هيكون في غرامات لا تقل عن 3000 جنيه للي بيذبح خارج المجزر، يعني هيبقى في مشكلة كبيرة بالنسبة له. ايضا احنا عندنا الجلود برضو، لان الجلود بتعمل تلوث للشوارع بره، في قرار برضو من معالي المحافظ ان في لجنه خاصه للتعامل مع الجلود، وبيتم السماح للجمعيات الخيريه الجمعيات الاهليه ان هي تجمع الجلود بس تحت اشتراطات معينه، برضو بيتم رقابتها، والمخالف ممكن العربيه السياره بتاعته تتصادر وممكن الجلود بتاعته تتصادر، وفي غرامه برضو حوالي 5000 جنيه. فاحنا بندعو المواطنين ان شاء الله الدوله بتوفر لك المجازر كلها مفتوحه مجاني ان شاء الله فتره عيد الاضحى المبارك، تفضل اذبح ذبيحتك في المجزر. المواعيد من الساعه كام للساعه كام يا دكتور اشرف؟ على اللحوم مواعيد عمل المجازر. نصلي لربك وانحر. المواعيد احنا بعد الصلاه بنبدا بعد صلاه العيد. أيوة. انا بقول لحضرتك احنا بعد صلاه العيد، بعد صلاة العيد احنا بنكون مستعدين، المجازر بتاعتنا مفتوحة لآخر اليوم لغاية انتهاء آخر ذبيحة موجودة عندي، بعدها بساعة بيتم تنظيف المكان وتوكل على الله. طيب. المجازر كلها حضرتك مفتوحة أيام العيد كلها، الأربع أيام العيد. تمام. دكتور أشرف، أنا لو أنا رايح أشتري من بره قبل ما أجي لحضرتك المجزر، أنا مواطن عادي نازل السوق أو بتعامل مع حد في مزرعة معينة أو بجيب ذبيحتي من شخص بيربي في البيت، إيه أهم الحاجات اللي حضرتك تنصحني بيها وأنا رايح أشتري عشان ما أوصلش لمرحلة إن أنا باجي المجزر ولا قدر الله ألاقي الأضحية أو الذبيحة فيها مشكلة؟ طب أنا هقول لحضرتك الحالة العامة الأول، المواطن قبل ما يشتري الأضحية بتاعته هيبص على الحالة العامة للحيوان اللي هيشتريه، سواء إذا كان عجول أبقار أو جاموس أو ضأن، بيبص للحالة العامة للحيوان، الحالة العامة بتاعته نشيط وبيجري وما فيش خمول، بياكل كويس، دي نمرة واحد. يبقى الحالة العامة للحيوان اللي هيتم شراؤه أنا لازم ألاحظها كويس جدا، يكون الحيوان نشيط بيتحرك بياكل كويس، ما يكونش متزاوي في مكان، ما يكونش عنده خمول، دي نمرة واحد. بعد كده أنا بشوف القوائم بتاعته اللي هي الأرجل بتاعته إن هي ما فيهاش جروح ما فيهاش كسور، بعمل بالبيشن بإيدي يعني الحيوان بحس ان ما يكونش فيه اي اورام موجوده او اي ابسس اي خراريج موجوده في الحيوان. لا الخروف مثلا ممكن اشد الفروه بتاعته، الفروه بتاعته بتبقى متينه جامده، لكن لو الشعر كله طلع في ايدي كده لا دي بتبقى حاله مرضيه.
ما يكونش فيه سوائل طبعا ظاهرة في الأنف أو في الفم. بيكون زي ما قلت حضرتك النظيف جدا، بيكون برضو من الخلف ما يكونش فيه أثار للإسهال موجود في الخروف. فيعني في علامات كده مهمة جدا لازم الإنسان يتأكد منها. بيشوف الرقبة نفسها والصدر بتاعه بيكون يعني ممتلئ باللحوم، الظهر أيضا بيكون عريض شوية كده، المواطن عارف ما يكونش الضلوع باينة ظاهرة جدا. يعني بنتكلم ببساطة جدا على أساس المواطن يبقى شايف الحاجات دي قدامه وهو بيشتري الأضحية بتاعته. الظهر بتاعه يكون الظهر عريض شوية كده ويكون ممتلئ باللحوم. المنطقة بتاع الرقبة والصدر برضو حضرتك مهمة جدا، لازم تكون فيها ممتلئة باللحوم. زي ما قلت حضرتك ما يكونش خروف هزيل، ما يكونش ضعيف، ما يكونش فيه أي كسر، ما يكونش فيه أي جرح، ما يكونش فيه أي سوائل في عينيه، ما يكونش فيه أي فضلات أخرى، ما يكونش فيه إسهال. كل الحاجات دي ويأكد على البالبيشن للحيوان نفسه إن هو ما يكونش فيه أي أورام أو أي أبسيز أو خراريج موجودة تحت الجلد. فدي شيء مهم جدا بالنسبة لاختيار الأضحية. طيب أنا كمواطن لما بجيب الأضحية بتاعتي وعايزة أروح المجزر، هل المفروض يا دكتور إن أنا مثلا بستنى باخد رقم معين دور معين، ولا أنا بروح باخد الأضحية بتاعتي وبروح وبدخلها وبستنى دوري حسب طبعا الأعداد اللي موجودة؟ والله هو بياخد دوره، يعني حضرتك اللي بيخش بياخد دوره. لو في زحام جدا احنا بندي ادوار وان شاء الله هنوفر لهم اماكن برضو على اساس ينتظروا فيها. يعني احنا بنتمنى الناس كلها تيجي عندنا تذبح في المجازر. وبعدين المجازر يعني مثلا احنا هنا زي دلوقتي احنا في مجزر اوسين بيخدم اهالي اوسين كلها، بيخدم مركز اوسين، عندي في الوراية، عندي في المراكز الاخرى في العياط اكتر من مركز، اكتر من مجزر، عندي في الصف اكتر من مجزر، في اطفيح اكتر من مجزر. جميع المراكز اللي هي تابع محافظه الجيزه فيها مجازر لخدمه المواطنين. اي مواطن موجود في اي مركز من المراكز دي يتوجه لاقرب مجزر ليه، هيخش بالذبيحه بتاعته ان شاء الله، هياخد دوره ان شاء الله يتم يطمئن على ذبيحته. ونتمنى طبعا السلامه للجميع وان الجميع يسعد باعياد الاضحى المبارك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب دكتور الناس بتقول لك اصل انا لما بروح المجزر ممكن ما اقسمش الاضحيه بتاعتي زي ما انا عايز، ممكن ما الاقيش حد هناك يساعدني في عمليه التقسيم، انا ما بعرفش اقسم. هل الجزارين اللي متواجدين داخل المذبح هم بيبقوا عارفين ان دي اضحيه فعليه تقسيمها بطريقه معينه او بشكل معين، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني المواطن بعد عمليه الذبح بيستلم الاضحيه بتاعته ازاي؟ هقول لحضرتك احنا لازم يعني نساعد بعض برضو. يعني ماشي، اللي بيتم ذبح الاضحيه وبيتم تقطيعها، انا باخد اصل هو الجزار اللي بيذبح مش هيعرف يقطع مثلا كم ربع او كم جزء، بيقطع له الذبيحه كامله وهو في البيت بيشوف اذا كان عايز يعملها على 3 اجزاء، على 4 اجزاء، على 5 اجزاء، زي ما هو عايز. لكن هو بيسلخ له الذبيحه وبيشفها له وبيقطعها له وبيكيسها له ويحطها في اكياس، وبعد كده بقى يبقى دور البيت. ما احنا طول عمرنا في البيوت برضه عشان نشارك البيوت معانا ويحسوا بفرحه العيد برضه ان شاء الله طبعا، هم يشاركوا في الخير اللي هم بيعملوه. الاعداد بقى والقدره الاستيعابيه يا دكتور اللي انتوا عندكم استعداد تستقبلوها مع هذا العدد، يعني نقدر نقول ان احنا المجازر جاهزه لاستقبال عدد قد ايه من الاضاحي او من الذبايح خلال العيد وما قبل العيد كمان؟ احنا عارفين ان انتوا عندكم ضغط من دلوقتي وسامعين الصوت ورا حضرتك اهو، وعايزين نشوف برضو اذا نقدر بالكاميرا مع حضرتك نشوف يعني عمليه الكشف. احنا حتى بنتابع لقطات مع حضرتك اهو على عمليه التقطيع كمان. تمام. يعني حضرتك طبعا احنا مستعدين ان شاء الله، جميع المجازر ان شاء الله بتكون مفتوحه، في اجراءات احترازيه بنتخذها. يمكن لو الكاميرا جت على بعض الاخوه برضو، احنا عندنا مطهرات حاليا بيتم رش السيارات. وبعدين حضرتك الزحمه اللي انت حضرتك شايفاها دي مش زحمه، احنا في اخر اليوم المجزر خلص، لان المجزر احنا بنشتغل من الفجر، فبيكون في ضغط شديد فعلا فتره الاعياد دي، بيكون في ضغط شديد جدا على جميع المجازر على مستوى الجمهوريه. احنا اعيادنا كلها زي ما حضرتك تعلمي جيدا مرتبطه بالاكل، يعني في جميع المناسبات بتاعتنا بتبقى مرتبطه، فبالتالي المكان لذبح اللحوم بتكون المجازر، فالمجازر بيكون عليها ضغط جامد فعلا من فتره حضرتك. واحنا ان شاء الله مستعدين، الاطباء موجوده، العماله موجوده،
ايضا احنا ما بنشتغلش لوحدينا، يعني في تعليمات من معالي المحافظ باشراك المحليات كلها موجوده معانا. احنا هو مكلف شركه النظافه وشركه الصرف الصحي ورؤساء الاحياء ورؤساء المدن، الجماعه دول كلهم بيتابعوا وبيساعدوا لان الموسم دوت بتاع الجميع، واحنا ان شاء الله نطلع منه بخير ان شاء الله، ونطمن المواطنين ان هو برضو ما يحصلش اي شيء يعني يضر المواطن او ياثر على المواطن. احنا بنطمن المواطن ان شاء الله، في اجراءات احترازيه موجوده، في مطهرات موجوده بره، العربيات نفسها اللي هي حضرتك بتجيب الذبائح وبتشيل اللحوم بره بيتم تطهيرها، موجود فريق هنا موجود معايا بيساعد في عمليه التطهير. وايضا كان الناس اللي داخله دي كلها في جهاز كشف للحراره تم استخدامه للناس الجزارين وللمتعاملين مع اللحوم برضه في الداخل. بنتخذ الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا وبنرشد الناس، لان برضه احيانا بيكون في عدم وعي شويه من بعض من البعض من الاقليه، لكن ان شاء الله الامور بتبقى كويسه، وان شاء الله يعني احنا شايفين ان الدنيا منضبطه بره والامور للاحسن، ونتمنى كل خير للبلد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا بقى يقويك يا دكتور خلال هذه الفتره. كل الشكر ليه الدكتور اشرف اسماعيل مدير اداره الطب البيطري بمحافظه الجيزه. يعني الحقيقه انه اللي بيحصل من المجازر في مصر او الطب البيطري احنا كمان بنضم صوتنا لصوتهم، ليه نبهدل الشوارع؟ ليه نعمل امراض ونعمل دبان وتلوث؟ الدوله هي بتقول لك احنا فاتحين المجازر وببلاش. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس تلتزم، لانه ده على فكره من تعاليم الدين الاسلامي. وده هيكون سؤالي لضيفي الكريم اللي هينورنا بعد شويه، انه إماطة الاذى عن الطريق، ما ينفعش انك ترمي مخلفات المذابح او الذبيحه بتاعتك في الشارع او تسد البلاعات وده يبقى عادي. على فكرة الموضوع ده دايما أنا شخصيا كمواطنة مصرية طبعا زي حضراتكم بيقرقني جدا كل سنة، هل من الإسلام إن احنا نذبح في الشارع ونهدر المية ونسد البلعات ونقول إن ده الاحتفال وده الأضحية؟ غير بقى طبعا عملية التقسيم اللي قلت لحضراتكم عليها دي، الإشكالية اللي بنقع أو العدد كبير جدا من الناس ما بيبقاش عارف إيه الصح وإيه الغلط. عشان كده زي ما بقول لكم إن مع قرب عيد الأضحى المبارك كل المسلمين ربنا يتقبل منهم يا رب، بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاضاحي، فبنبقى محتاجين بجد نمشي بطريقه صح، نبقى محتاجين ان احنا نتعامل بالطريقه المحدده اللي ما توقعناش في اخطاء. ازاي نتعامل مع الاضحيه بتاعتنا؟ الاسلام حدد ايه؟ التقسيم، هل كل حاجه تتقسم زي ما كنت بقول، ولا انا ممكن انا كصاحب الاضحيه اميز نفسي او اميز البيت عندي بحاجة؟ أنا بينورني عبر كاميرا إكسترا نيوز الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، وأتوجه من خلال هذه الشاشة إلى حضرتك وإلى أسرة البرنامج وأسرة إكسترا نيوز وإلى مصر كلها بل إلى الدنيا كلها بالتهنئة بهذه الأيام المباركة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في أحسن وأوفر صحة وعافية وسلامة وأمان وسعادة وسرور. اللهم أمين اللهم أمين. طيب خليني أبدأ مع فضيلتك أنا مثلا سؤال دايما بسأله لنفسي والحقيقة ناس كتير ما بنلاقيش رد محدد عليه، وهبدأ مع حضرتك بالأضحية. كتير جدا من الناس بيجي يذبح الاضحيه ويقول يعني انا بحب اخد مثلا على سبيل المثال الكبده افطر بيها انا والعيال والعيله الصبح، هل المفروض انه في الاضحيه كل شيء يتم تقسيمه؟ مثلا تلاقي حد تاني لو بيذبح عفوا فضيلتك العجول مثلا يقول لك لا انا هاخد اللي فيها او هاخد لحمه الراس او هاخد كذا، كل حد ساعات بيدور على جزء مميز في الأضحية، هل من حقي كصاحب أضحية أعمل ده ولا الإسلام بيقول إنه ما ينفعش ولازم يتم تقسيمها بالكامل؟ لا أبداً، ما فيش لزوم ولا وجوب لتقسيم كل الأضحية بالكامل بالطريقة دي، لا ما فيش لزوم، إلا إذا كان بقى هناك حاجة ما فيش تقسيم فيها أصلاً كلها لازم تخرج، هي إذا كانت الأضحية نادر
زكاه الحر النذر دي بتبقى حاله يعني خاصه، انما في الحالات العاديه ومعظم الاضاحي اللي احنا بنعملها مفيش وجوب للتقسيم ولا حاجه، انما هي بيستحب ان احنا نعمل 33% منها يعني ثلثها للفقراء وثلث للهدايا وثلث لاهل البيت خاصه، انما ده على سبيل الافضل على سبيل المستحب، إنما الإنسان ممكن في هذه يقسمها أو يدخرها أو كذا، كل هذا جائز ما فيش فيها حاجة، وبرضه مش لازم كل حاجة تتقسم ثلاث أتلات، مش لازم لأ ولا حاجة. طيب خليني برضو أسأل فضيلتك على أمر هام، وهو يعني أخده مما حضرتك ذكرته، في ناس كتير تقولك هو أنا هل يجوز إن أنا يكون عليا نذر مثلا زي ما حضرتك بتقول وقلت أنا هذبح وقرب العيد فاعتبر ان الاثنين دي اضحيه ووفاء بالنذر، ولا لا يجوز الجمع ما بين الاثنين؟ هو نذر الاضحيه هيبقى تبقى اضحيه ووفاء للنذر. لو قال انا نذري عليا ان اذبح اضحيه لو قال انا نذبح بس فذبح اضحيه لانها وفاء للنذر هتبقى برضه ذبح اضحيه ووفاء للنذر. لكن لو قال ان نذبح عقيقه حاجه تانية في وقت اخر ما هي طبعا ما هتبقاش في وقت، لان الاضحيه دايما لها وقت. فلو قال اذبح عقيقه او اذبح حاجه في وقت اخر فده طبعا مش هتبقى اضحيه. فلو نذر ان هو يذبح اضحيه فذبح اضحيه على هذه النيه، لو نذر ان يذبح فقط كده يقول انا هذبح فذبح في الوقت الاضحيه بقت برضو على نيه ان انا ذبحنا وهي في اضحيه هتبقى اضحيه ونذر. تمام. طيب فضلتك في أمر آخر أنا كنت بتكلم قبل ما أبدأ مع حضرتك الفقرة، وهي أنه الأذى اللي بيكون موجود في الشوارع نتيجة يعني إجراءات بقى الذبح اللي بيقوم بها الناس، فتح المصارف الناس تفتح بلعات وترمي فيها المخلفات، ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن الأذى في الشوارع، يعني هل إن الناس تلتزم وتديل هذه المخلفات أليس من إماطة الأذى عن الطريق؟ الحقيقة يا إسماعيل أحيي حضرتك على هذا السؤال وإثارة هذا الموضوع المهم، لأن هذا المنظر الذي يفعله بعض الناس ف يضع الأذى في الطريق ويسيء إلى صورة الدين ويسيء إلى صورة الوطن ويتسبب في الضرر بدل من أن يتسبب في البهجة والسرور بهذا الشكل من المخلفات أو الدماء، وخصوصا في لما تكون الظروف الطبية في مثل هذه الظروف التي نعيش فيها، هذا من أشد الآثام، هذا حرام يعني بجانب أنه شيء غير حضاري وشيء يسيء أيضا إلى صورة الدين، والإساءة إلى صورة الدين دي شيء ليس بسيطا، لكنه أيضا حرام شرعا لأنه إيذاء، لأنه فيه ضرر. فنحن من خلال شاشة إكسترا نيوز اللي بنتوجه لجميع الناس أنه ما يعملش كده، وأن فيه فرص بديلة، إما أن يكون عنده مكان في بيته يفعل ذلك بصورة حضارية ترضي الله، لأن إحنا مطالبين أن إحنا نحسن ونحن نذبح ونحن نذبح الأضحية ونحن نتقرب إلى الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نحسن دي معناها أن إحنا نستوفي كل معايير الجمال، وإحنا بنمارس الرحمة بالحيوان نبقى نحسن، وإحنا البيئة مع معايير البيئية نحسن، مع معايير الصحية نحسن. فإخراج الذبيحة بهذه الصورة الكريهة ليس من الدين في شيء، وسيقلب الثواب إلى إساءة والعياذ بالله. وإحنا بندعو الجميع إلى التمسك بالجمال، ونحن نقدم الهدايا إلى الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
تمام فضلتك. هسأل حضرتك على جزئية اخرى، وهي انه بعض يعني بعض الاشخاص بيذبح في البيت زي ما حضرتك بتتكلم، فيقال انه كان هناك مثلا نوع من انواع الحكمة في الدين الاسلامي انه لا يتم فصل رأس الذبيحة بالكامل، انه يتم بس عملية الذبح ولا يتم الفصل بالكامل اثناء الذبح. يعني ناس كتير بتبقى محتارة في الاساليب في 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 الذبح يعني في الذبح، انه في الذبح يعني عند الذبح ما يفصلش الرقبة بالكامل، ولكن يتم قطع جزء منها وتفضل موصولة حتى يتم بعد كده عملية التقطيع. هل في أسس معينة لعملية الذبح لو انا بقوم بنفسي في البيت لا تخالف الشريعة؟ هو الذبح مثله مثل أي عملية المفروض يكون الإنسان تلقاها، يعني عرف من حد قبله إن هو كيف يذبح الأضحية، مش هيجرب في المخلوقات دي. لازم يكون الواحد يعني الإنسان مش هيجرب، ده في حد قبل مني عرف إزاي يسبح بالطريقة الصحية والشرعية اللي فيها رحمة وكذا، يبقى إيه الإنسان ما يجربش في خلق الله سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا شوية مواصفات كلها معناها الإحسان والجمال إلى المخلوق ده اللي هو اسمه أضحية. فإحنا من ابتداء من إحنا ما بنوريش واحدة أختها وهي بتدبح، ولا هي أيضا هنريح الذبيحة، يعني هنقدمها بطريقة هي مش ولابد ان يبقى او لازم يبقى فيها عضو مثلا زي رجل ولا حاجة متاحة، علشان لما تيجي بعد كده تخرج روحها يبقى عندها الفرصة. وايضا الذبح بيتم بقطع الحلقوم والودجين، الحلقوم يعني اللي هم موجودين في القصبة في العنق، فعشان كده مفيش داعي ان احنا نقطع الراس كلها، قطع الراس كلها فيها ايضا تعذيب من غير داعي. كل هذه طبعا احنا بنذكر اسم الله على الأضحية وبننوي ان احنا بنتقرب بهذا الى الله، ولا بنتقرب بإسالة دماء ولا او بالتشفي بإسالة دماء من خلق الله ولا حاجة، انما بنسبحها على اسم الله سبحانه وتعالى او باسم الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعني نختصره في الإحسان، في الجمال، في الجودة، في النية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا في مثل هذا اليوم. في دعاء فضلتك يعني يقال أنه يفضل ترديده، وهو دعاء لنبي إبراهيم عليه السلام، هل في بعض الأدعية المحددة أو ممكن الإنسان يقوله أو يردده أثناء ذبح الأضحية، يعني بخلاف التسمية يعني قبل عملية الذبح؟ هو اللي احنا بنسمي طبعا لازم بسم الله والله أكبر، وارد في بعض الآثار اللهم هذا منك وإليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. احنا بقى واحنا بنسبح اذا كان هو بيسبح بنفسه فيقول انهم هذا عن فلان وبيت فلان، ويبقى بعد ذلك النية الصادقة اللي يتقدم بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى في التقرب بهذه الذبيحة ان شاء الله. طيب فضلتك، ونحن في العشر الاوائل من ذو الحجة، ربنا يعني يعيدها ويعيدها على العالم كله يا رب بالخير. في البعض اللي بيبدأ الصيام وهو سنة وبينوي الصيام في العشر الأوائل من ذو الحجة، البعض الآخر بيكتفي بصيام يوم وقفة عرفات، وهو يعني طبعا ده أيضا من السنة المؤكدة المتبعة. هل يعني في أفضلية أو ممكن أنا مثلا أصوم يومين مش لازم العشرة، ولا لازم أصوم العشرة، أو ممكن أصوم كام يوم من العشرة، أو لو أنا ما صمتش من البداية فأكتفي بصيام وقفة عرفات فقط؟ شكرا على هذا السؤال، وأيضا هنا نحن أمام فرصة
كبيرة في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، لأن هي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها وقال والفجر وليال عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العمل الصالح فيها هو أفضل الأعمال إلى الله وأقربها من أي يوم من أيام السنة. ما العمل الصالح في أي يوم أفضل منها من عشر ذي الحجة. نعم. فالعمل الصالح، وهنا أؤكد نحن نتكلم عن العمل الصالح الذي يضاعف فيه الثواب. هذا العمل الصالح يشمل العبادة من أول الصوم. نعم، يستطيع الإنسان أن يصوم 9 أيام، وهو الصيام في اليوم العاشر هيبقى حرام لأن ده هيبقى يوم العيد. نعم. إنما نحن نتكلم على 9 أيام دي يستطيع الإنسان أن يصومها، وهذا من العمل الصالح الذي يتقرب به. لا يستطيع لأنه عنده ما يستطيع أن يقتصر على ما يقدر عليه، حتى إن اقتصر على 9 وهو فلا بأس في ذلك، والأمر بحسب المستطاع. لكن أيضا أريد أن أنبه بعد إذن سيادتك وأنبه المشاهد أن العمل الصالح فيه العبادات من مثل الصيام والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه أيام ذكر والصلاة وهذه الأمور. وفيه أيضا العمل الصالح يشمل تعمير الأرض والزيادة فيه تعمير الأرض. العمل الصالح أيضا يشمل الصدقات، ونحن في هذه الأيام وفي كثير من الناس لا زالوا يمرون بالعسرة، ولا زالت أحوالهم تحتاج منا إلى أن نلتفت إليهم خصوصا في هذه الجائحة. نريد أن ننبه إلى أن الصدقة من العمل الصالح، بل من خير العمل الصالح في هذه الأيام، لأن الصدقة في هذه الأيام بتمر في أفضل أيام السنة، فتناسب صدقة وهي في نفس الوقت في أفضل أيام السنة، وهي في نفس الوقت في وقت العسرة. تجد كبعض الناس المتعسرين المحتاجين العطشة لهذا، فلا بد أن ننبه أن العمل الصالح نعم يشمل الصيام، وهنيئا لمن يقدره الله على الصيام، وأيضا يمتد إلى هذا إلى الصدقة، وأيضا يمتد إلى تعمير الأرض. فكل من واقف في مكان يعمر الأرض في من موطنه فهو في عمل صالح ينوي به أنه في هذه الأيام، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه إن شاء الله. طيب خليني أسأل فضلتك على جزئية هامة أيضا، وحضرتك تعلم أنه عدد كبير جدا من الناس اللي كانوا بيتمنوا الحج هذا العام بسبب جائحة كورونا، يعني هم ما قدروش أن هم يقضوا فريضة الحج، ولكن احتفظوا بالفلوس بأموال حج هذا العام، ممكن هتبقى لعام تاني إن شاء الله بإذن الله حتى الحج القادم. فهنا السؤال، هل أخرج إذا كنت أحتفظ بهذه الأموال حتى العام القادم وكده هيعدي عليها سنة، هل أقدر أخرج زكاتها مقدما دلوقتي وأحتفظ بباقي الفلوس لحد ما يتم إن شاء الله بإذن الله تنتهي هذه الجائحة وأقدر أروح أحج؟ مفيش مانع ان احنا نقدم تخريج الزكاه من دلوقتي عن السنه، ده ما فيش مانع فيه، ولكن احنا عايزين ننبه الى عده امور، الى ان هذا الذي ادخر ماله وفاته ليس بارادته، انما الحج مقرون بالاستطاعه والامر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك فهذه الاموال يجعل فيها قسم لعباد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقصد عباده المحتاجين لها في مثل هذه الأموال، تعلمناه من رسول الله وتعلمناه من السلف الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الكعبة وقال لها ما أعظمك وأعظم حرمتك وما أطيبك وأطيب ريحك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة
منك. فلذلك فنحن ندعو إلى أن يكون في هذه الأموال أولى هذه الأموال قسم لعباد الله سبحانه وتعالى، الذين خصوصا الذين أضرت بهم هذه الأيام الجائحة وهذه الجائحة وكذا. أما تقديم الزكاة فتقديم الزكاة جائز لا بأس به حتى إلى أكثر من سنة بل إلى سنتين وكذا. طيب هسأل حضرتك في سؤال آخر، وهو يعني أنا عارفة أنه ربما يكون هذا السؤال مكرر، لكن إحنا حابة أن أنا أسأل حضرتك فيه مرة أخرى، وهو لأنه عادة عند العدد كبير جدا من الناس أنه هو يطلع في العيد لزيارة المقابر، وهنا بنقع في نفس الإشكالية، هل زيارة القبور في الأعياد هو أمر مستحب؟ البعض الآخر يقول لك مستحب أو غير مستحب، وهل ده بيستفيد منه الشخص المتوفي يعني الطلوع في الأعياد أو المواسم أو ما إلى ذلك ولا لا؟ هو زيارة المقابر نعم هي مستحبة وفيها صلة في الأيام العادية، ولكن الأيام الأعياد جعلت لي شيء آخر وهو السرور وإشاعة صلة الأرحام وكذا. فلذلك نحن مدعوون إلى تأجيل الزيارة في هذه الأيام في أيام الأعياد إلى أيام أخرى، ونخصص أيام الأعياد للشأن التي هي له وهي شأن السعادة والسرور، وإن كانت الزيارة هي زيارة في الأول والآخر ليست فيها نهي شرعي. طيب الجزء الآخر برضو فضلتك اللي عايزين نطمن به السادة المشاهدين، من نوى نية الحج ومن سعى إليها ومن تقدم فعلا بأوراقه أو راح حجز أو راح تعاقد مع الشركة أو مكان معين ونوى النية، هل إن شاء الله يعني والله أعلم هل يعني ده إن هو يكون عنده حسن ظن إن شاء الله مكتوبة بإذن الله تعالى يعني أو مقبولة أو ياخد الثواب ويزكي بالأموال أو يتصدق بها؟ القاعدة بتقول المعذور مأجور، يعني هذا الذي تقدم للحج وادخر الأموال وخد بكل الأسباب علشان يتمتع بهذه الرحلة، ثم هو في عذر لا يستطيع أن يخرج، فقطعا المعذور مأجور. وقد يكون نية المرء خير من عمله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كان لهم مثل عملكم، هؤلاء حبسهم العذر. ده معناه إيه؟ إن هو بهذه النية الكريمة وهذه النية الفاضلة تحقق له الثواب إن شاء الله، والأمر عند الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لكنه يتحقق له الثواب بنيته وبما كان بنيته وباستعداده للأيام الفاضلة ولموسم الحج. طيب أخيرا سؤالي لفضيلتك، وهو فيما يتعلق بأموال الصدقات، وإحنا يعني زي ما حضرتك ذكرت إنه يعني دي الأيام مفضل فيها الصدقات وإنه نخرج الزكاة مبكرا، مسألة بقى الأقربون أولى بالمعروف أو إن أنا أبص للأقربون، الأقربون هنا بمعنى إن يكون في احتياج لإيه أو من هم الأقربون الأولى بالمعروف؟ يعني إحنا أمام حالتين، وخصوصا فإحنا متنوعين في مجتمعاتنا وكده، في حالة بيبقى عارفين بعض قوي، العيلة جنب بعض وعارفين بعض قوي وعارفين ظروف بعض، فبنشوف الدوائر اللي جنبينا، وفعلا لما يكون هناك ضائقة لحد بيني وبينه صلة رحم صلة قرابة بيبقى هو أولى إنه تقدم له الزكاة والصدقة، وبتجمع بين كونها زكاة أو كونها صدقة وبين كونها صلة، فده بتجمع هذا. لكن بعض الأحيان بتبقى الأمور حتى بالنسبة للأقارب اللي محناش عارفين ظروف بعض قوي وكذا، وهنا خصوصا في المجتمعات زي القاهرة مثلا أو أحياء بعض أحياء القاهرة أو مثل هذا،
فإحنا بنقول بنوصي هذا إن هناك فرص كثير في مؤسسات وجمعيات للإنابة في إخراج الصدقة، في إخراج الزكاة، وهذه الجمعيات المعتمدة التي هي تحت رقابة الدولة وتحت نظر الدولة، وهنا بننبه على هذا الشيء المهم حتى لا يتسلل من يستولي على أموال الناس فيصرفها في غير حق. إذا كان الحالة كده احنا مش عارفين، خصوصا واحنا بنسأل في بعض كثير واحنا مش عارفين نحط الأموال فين، فهذه المؤسسات تقوم بالأمر على خير وجه، واحنا مفيش مانع ان احنا نذهب ونتوجه إليها ونضع فيها هذه الأموال. أنا يعني بقدم كل الشكر لفضلتك وبسألك الدعاء يعني في الأيام المباركة دي، فده كنت أستأذن حضرتك في الدعاء قبل ما نختم يعني، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نأمن ورا حضرتك ويكون إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يتقبل إن شاء الله. وأنا أكرر التهنئة لحضراتكم ولشعب مصر كله وقيادة وشعبا وعلى رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، ونكرر التهنئة لنا جميعا، وأسأل الله عز وجل ونحن في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا وأن يرفع عنا البلاء وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الأيام المباركة العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إن مصر في أمانك وضمانك ورعايتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، فاحفظها واحفظ أبناءها، واحفظها يا ربنا من كل مكروه وسوء، ورد كيد الكائدين عنها يا أرحم الراحمين. اللهم وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وأضحيتنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا جملة واحدة، وهب المسيئين للمحسنين، واغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما بقي يا أرحم الأرحمين ويا رب العالمين. واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. اللهم أمين. بشكر حضرتك جدا كل الشكر لي الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بشكر حضرتك على وجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب، مصر كلها يا رب بخير بإذن الله، ربنا يحفظها قيادة وشعبا. يعني خلاص الوقت مع حضراتكم خلص، لكن بكرة إن شاء الله بإذن الله أرجع لكم في نفس الميعاد ونتقابل من تاني وحلقة جديدة من هذا الصباح. تحياتي لكم أسماء مصطفى، أشوفكم على خير.